معانا استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. مساء الخير يا استاذ جمال. مساء الخير يا كابتن شوبير. تحياتي ليك. تحياتي ليك. اولا مبروك عوده الجماهير. الله يبارك فيك كابتن شوبير. يعني احنا تدريجيا كده لغايه ما ترجع الامور لطبيعتها ان شاء الله باذن الله. طب دلوقتي بكره هتصوتوا او هيبقى في تصويت على المدرب الجديد، هويه المدرب الجديد يعني يا استاذ جمال؟ ما تختاروا على طول وتخلصونا. لا الاختيار صعب دلوقتي على طول نختار على طول، لان في اولا في صفات موجوده، في ناس شغاله لسه موجوده مع فرق معاها منتخبات موجوده. فالنهارده انت بتتكلم عايز تختار حد يكون على الاقل خلاص جاهز ان هو يتعاقد معاك، مش يفكر لسه هل هيستمر هل يقعد، يعني يبقى عنده خلاص قرار واخده. فاحنا ان شاء الله باذن الله بكره، عشان طبعا كلام كتير كتير في الفتره اللي فاتت، عربي مصري اجنبي، لازم بكره نحسم الامر عشان بعد كده تبتدي نشتغل في الاتجاه اللي احنا هنختاره بكره ان شاء الله. قريت لحضرتك كلام ان انت مؤيد للاجنبي لكنك هترضخ لرغبه الاغلبيه داخل المجلس، وضح لي الصوره اكتر يا استاذ جمال. لا هو انا ما قلتش كده، انا قلت ان انا ان شاء الله انا رايي الشخصي ان هو يبقى مدرب اجنبي. يمكن اذا كنا عايزين فعلا نفكر في تطوير، فعلا نحط تطوير، عندنا طبعا مدربين عظام جدا مصريين موجودين. بحترم الرغبه دي والرغبه دي، لكن انا دي رغبتي انا شخصيا. لكن لما نقعد ان شاء الله في مجلس الاداره اكيد مجلس الاداره هيبقى ليه قرار في النهايه. انا بحترم قرار مجلس الاداره مع اعضاء مجلس الاداره الموجودين معي. استاذ جمال، يعني جرى العرف انه في مثل هذه القرارات الهامه يعني بيبقى في اجتماعات تحضيريه قبلها، حتى مؤتمرات القمه مثلا بيبقى في دراسه للبيان الختامي قبل صدور البيان الختامي. اي مؤتمر حضرتك بتشوفها دي كلها وانت سيدي العارفين، يعني انت رجل سياحه كبير، يعني هل ما بتقعدوش انتوا الاول يعني تبقوا متفقين على اطار عام، شكل المدرب ايه، جنسيته ايه، مواصفاته ايه، عشان ما يبقاش في تصريحات متضاربه، حضرتك تقول انا بفضل الاجنبي، حد تاني يقول انا بفضل المصري، واحد يقول انا الكابتن طارق يحيى، واحد تاني يقول الكابتن حسن شحاته، وهكذا يا استاذ جمال؟ والله هو انت طبعا حضرتك دي في المؤتمرات الكبيره لازم يبقى في اعداد تحضيريه في الاول. طبعا مجلس الاداره طبعا انت عارف طبعا عشان كل واحد ليه رايه الشخصي. رايي الشخصي حتى لو قعدت في قاعده تحضيريه في البدايه هو رايي الشخصي محتفظ بيه وبيتكلم فيه. انا بحترم كل الاراء في المجلس، يمكن ما عندناش احنا كلمه ان واحد بيفرض على الكل، لكن في مجلس في الاخر بياخد في الاخر قرار، القرار كلنا بنرضخ فيه كاعضاء كلنا في الاخر والاغلبيه الموجوده. طيب طبعا انا بقول لك يعني مش معنى ان انا عايز اجنبي بخطر المدرب المصري، لا بالعكس، ده احنا عندنا مدربين مصريين على كفاءه جدا قويه جدا، عندهم تخطيط جدا، عندهم دورات خدوها ومارسوا طبعا مهنه التدريب على فرق كبيره جدا، وفي اسماء كبيره جدا برضه دخلت المنتخبات. الرأي في الأول والأخير للمجلس بالكامل إن شاء الله. أستاذ جمال، في ناس فعلا حطت جهاز وقالوا إن حسن شحاتة مديرا فنيا وشوقي غريب مدربا وأحمد سليمان مدرب لحراس المرمى وهيتم اختيار باقي الجهاز المعاون، صحة هذا الكلام يا فندم؟ والكابتن حمادة ناقص طيب. لا حمادة قال لي انا هشتغل يا اما المساعد الاول بالمره اللي هو لا والله ده كابتن حسن الصبح قال لي انا اتمنى ارجع بجهازي الكامل لو اتحاد الكوره واختياره عليا، لكنه كابتن حمادة صدقي لما كلمته يعني واضح انه ممكن يبقى الكابتن حسن شحاتة ومعاه المساعد الاول الكابتن حمادة صدقي، وفي كل الاحوال احمد سليمان مدرب حراس مرمى. هل شايف انه لو مدرب مصري في كفه حد اعلى شويه من الثانيه يا استاذ جمال؟ لا انا ما اقدرش اقيم المدربين المصريين، طبعا احنا كلنا بنعزهم ونقول لهم طبعا، لكن تقييم كتقييم لا، لكن كرأي في مجلس الاداره كله بالاجماع في الاخر هناخد قرار. لكن انا اقيم واحد كشخصيا ما اقدرش اقيم حد، اني انا بقول لحضرتك كلهم ناس محترمين كلهم وكلهم حققوا انجازات، لكن انا رايي الشخصي ان احنا عشان خاطر في حاجات كثيره جدا داخل الفرقه، في لعيبه لسه جديده، لسه منتخب جديد، لسه اللعيبه مستواها انت اللي انت شفته طبعا، محتاجين نقله ثانيه كبيره جدا، محتاجين احتكاكات كبيره، محتاجين تبقى على الاقل احتكاكات خارجيه قويه جدا. انا شايف كده ده من وجهه نظري، لكن ان شاء الله باذن الله يتقرر في المجلس بكره الهويه بتاعت المدير الفني، وبعد كده نبتدي نشتغل على المدير الفني. الاسم لو احنا اجنبي يبقى اسم كبير جدا
يليق بالمنتخب المصري، ويبقى على الاقل ان احنا مقنع للشارع المصري يوازي قيمه المدرب المصري الموجود او اعلى اللي انت عايزه. هل عندكم فلوس؟ انا كنت سامع ان انتوا كنتوا مجهزين 1,800,000 اللي كنت هتاخدوهم من الكاف للمدرب الاجنبي، الان بقى في مشكله شويه، صحت هذا الكلام؟ لا، هي الفلوس هتبقى موجوده ان شاء الله. الاتحاد في ايرادات داخلاله، وفي ايرادات لسه موجوده. طب هو ده الشيء بتاعهم. المليون و800 دي احنا بنتفاوض طبعا على ما ينفعش ان الاتحاد المصري يتم مساومته عشان خاطر انا ادفع له مباراه من المباريات الثمانيه اللي لعبناها، يبقى يتم خصم 1.5 مليون مقابلها، او يتم حصولهم على الدوري او الكاش او حاجات زي كده، او مباريات منتخبات. ما ينفعش المساومه. الاتحاد المصري هو اتحاد قوي، مش اتحاد صغير جدا. احنا بعتنا الكلام ده للاتحاد الافريقي، وقلنا دي مباراه من 8 مباريات، وسيبنا رئيس الاتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي يجتمعوا قرار الغرامه الموجوده على الاتحاد المصري لنقل تلفزيونه المصري المباراه، ويبقى بعد كده الكلام بيننا وبين التلفزيون المصري على قيمه الغرامه او قيمه ما يتم خصمه من الاتحاد. لكن ما ينفعش ان احنا نقول 1.5 مليون مقابل المباراه واحده، او يقل المبلغ ويبقى في الاخر ياخدوا حاجه من الدوري، ياخدوا حاجه من الكاس، ياخدوا حاجه من مباريات المنتخبات. دي ما احنا حتى كتبناها في الجواب، دي لغه ابتزاز، واحنا لا نقبل ابتزاز الاتحاد المصري لكره القدم. استاذ جمال، الجرايد كلها والمواقع كانت بتقول ان في اجتماع مع مسؤولي الكاف بالامس والشركه الراعيه عشان هذا اللقاء وهذه المستحقات، لكن اتضح ان ما كانش في اجتماع على الاطلاق. يعني مين اللي طلع شائعات هذا الاجتماع يا فندم؟ انا طبعا ما اتكلمناش في الاجتماع، انا ما اتكلمتش في الاجتماع. انا اتكلمت طبعا، كان كلمني الكابتن ايهاب والكابتن محمود الشامي، كانوا موجودين هناك في الاجتماع مع الكابتن هاني في حضور اللجنه اللي موجوده، عن اللجنه بتاعت شؤون المشاكله من الكاف، بحضور طبعا القناه اللي هي واخده على الحصر بتاع الدوري الكاف. نعم. فلما احنا وصلنا للمرحله دي وقالوا لا احنا طالبين منا كذا وكذا، قلت لهم لا احنا مش هنعمل كذا، لكن احنا هيبقى كلامنا مع الاتحاد الافريقي. فبناء عنها قيل انه تم تحديد لا جلسه، لكن احنا طلبنا يبقى كلامنا مع الاتحاد الافريقي. احنا معناها احنا الاتحاد المصري هو جزء من الاتحاد الافريقي، وبالتالي الاتحاد الافريقي لما ادى حق الرعايه او حق اذاعه المباراه لاي حد يبقى لازم يحافظ على حقوقنا، حتى لو احنا عندنا حصل مثلا خطا من التلفزيون المصري واذاع المباراه، رغم ان هو عندنا ورق برضه ان هو ماضي ان هو ما يقدرش يخش على الحقوق دي، لكن في نفس الوقت احنا دوله، في الاخر دوله مصريه، ندور على حق الاتحاد يعني. وفي داخل مصر احنا نقدر نتكلم مع التلفزيون المصري، وانا ما خدناش حقوقنا هناخد نتصرف مع التلفزيون المصري، لكن في الاخر هي مباراه. فبعتنا الجواب، يردوا علينا الجواب، يردوا علينا الجواب بالاجتماع، يردوا الجواب بالمفاوضه بينه وبين الاتحاد الافريقي، يردوا معانا ان هو خلاص. لا انا قصدي بس في القعده اللي كانت في باريس، قالوا في اجتماع يوم 21 وكل الصحف طلعت بعناوين وقالت ان في اجتماع، واتضع ان اصلا ما كانش في اجتماع. يعني ليه البلبله دي يا استاذ جمال؟ يعني ليه ما توضحش الامر من الاعلام في اتحاد الكوره انه لا ما فيش اجتماع امبارح ولا في قرارات ولا يحزنون؟ يعني احنا ما عندناش اتحاد الكوره كاتحاد الكوره كموقع ان احنا عندنا اجتماع. ممكن يتقال ان هو قال هناك ان احنا ممكن عشان كان في جزء من الاتحاد الافريقي كان موجود على اساس ان المباراه بتاعت النهائي يعني كاس العالم الموجوده في يوم 20، فبعد 21 هيكون كان استنتاجات يعني ما كانش اجتماع رسمي. هيكون موجود في القاهره رئيس الكاف رئيس حياتي طبعا اكيد، هيبقى في لقاء بعد كده بعد يوم 20، فعشان كده اتقالت يوم 21. طيب هل ال 15% بتاعتكم نسبه البث خدتوها من الانديه ولا لا؟ احنا طبعا التعاقد انت عارف ان في طرفين شركاء، الاتحاد المصري والانديه. وتوافق ان طبعا على البيع الفردي مقابل ان الانديه تسدد نسبه ال 15%. في بعض الانديه بعتت جوابات ان هي ليها مستحقات موجوده داخل الاتحاد يتم خصمها، يعني ليها مستحقات من سنوات سابقه. في ناس ليها مستحقات من البث الفضائي بتاع العام الماضي اللي لم يحصل من التلفزيون. طبعا احنا ما نقدرش النهارده نحط قيمه نخصمها مقابل قيمه ال 15% بتاعت الموسم بعد الموسم اللي فات، لان لسه ما اتحصلتش، فيبقى كده احنا بناخد
ارقام بدون تحصيل. فطلبنا الانديه في بعض انديه ليها مستحقات هيتم خصمها عندنا غير خلاف التلفزيون، لكن الباقي لازم هيلتزم بالدفع. في بعض انديه تفوضت شركه هي تسدد مكانها، يمكن جابوا تفويضات منها، هنلزم الشركه بالسداد. يبقى عندنا سبع انديه متحده مع الاتحاد المصري، دي هيتم سدادها من الانديه او لسه في. انت عارف ان يعني تحصيلات الانديه سهله جدا داخل الاتحاد انها تتحصل، يعني في وسائل هتخليهم برضه ان شاء الله يسددوا المدينيه بتاعتهم. الكاس هتبوظ ازاي يا استاذ جمال؟ الكاس هيتم طرحه بمزايده علنيه قدام الناس كلها ويشوفوها. التلفزيون المصري لو يرغب برضه ان هو عايز ياخدها يبقى يتقدم بعرض اذا كان مش عايز يخش في المزايدات، لكن لو هو عايز يخش في المزايده هتبقى مطروحه قدامه يخش في المزايده. وعلى من ترسل العطاء اعلى قيمه اللي هيفيد الاتحاد والانديه هترسل عليه. هل في اولويه للتلفزيون المصري زي ما سمعت يا فندم؟ لا، ما انا بقولت حضرتك يقدم عرض بس العرض يليق بالقيمه اللي ممكن تيجي من الاتحاد بس من الاولويه ليه يعني سمعت ان الاولويه ليه، هل الكلام ده صحيح يا فندم؟ لا لا لا، احنا ما اتكلمناش مع حد وما اتكلمناش مع التلفزيون، لان احنا لسه برضه لينا مدينات عند التلفزيون لسه بنحاول ان احنا نحصلها. بس انت خدت جزء كبير منها. خدنا جزء، لا باقي في حدود 34 مليون. يمكن النهارده كنت بتكلم معاهم ان في جزء هيتدفع برضه اجزاء اتحصلت من بعض القنوات سددت النهارده ليهم، فان شاء الله يسددوها كمان بكره ان شاء الله او بعد بكره. جدول اعمالكم بكره ايه يا فندم؟ جدول عملنا طبعا، انت حضرتك كنت نائب رئيس الاتحاد موجود وعارف طبعا في حاجات بتبقى ثابته زي شؤون اللجان وشؤون الموجوده في الاتحاد. في حاجات ماليه بتتم اعتمادها، وفي نفس الوقت برضو مكتوبه بالنسبه لشؤون المنتخبات اللي هو المنتخب الاول، هو زي ما احنا قلنا لحضرتك دلوقتي تحديد الهويه. لو في عندنا تشكيل منتخبات ثاني اللي هو زي منتخب الكره الخماسيه في عنده ارتباطات، كرة شعبية برضه عنده ارتباطات، كنا احنا وقفنا الموضوع ده عشان خاطر نخف نزيف بس الاموال الموجوده في الاتحاد في الفتره اللي فاتت. في عندنا برضه الكرة النسائيه، في عندنا ارتباطات شهر مارس برضه هنبقى هنشوفها. بعد كده لو في اي ما يستجد من الاعمال اللي هو موجوده في الاتحاد السبورت. المدير الفني للاتحاد اخباره يا فندم، هتكتفوا بالدكتور محمود ابو العنين؟ بكره ان شاء الله برضه ده مطروح هنعرضه وهنشوف برضه الوضع ايه. يمكن انا سمعت برضه في اراء الاخوه الزملاء قالوا ان احنا نعمل اعلان، ودي انا شايفها تقليل من قيمه المدير الفني للاتحاد ان احنا نعمل اعلان، لان مدير فنيين بيتعدوا على اصابع الموجودين في الاتحاد. في اسماء طبعا تم طرحها واتعرض عليهم ورفضوا على العمل في الوظيفه. زي مين غير الشيخ؟ زي مين غير الشيخ طه؟ الشيخ طه انا فوجئت بيه ان هو بيقول ان هو اعتذر انا ما اقدرش اكمل في الاتحاد، وطبعا انا يمكن انا اللي كان ليا. طب مين غير الكابتن؟ مع حضرتك وطلعت. ايوه صحيح، مين غير الكابتن طه؟ في اسماء معروضه كلها طبعا، في شروط اللي موجوده، في اسماء كتير معروضه اللي هي موجوده حاليا دلوقتي هتتحط على الترابيزه. لو لقينا الاسم الحقيقي هيستمر معانا حقيقي، يمكن كمان احنا الدكتور محمود ابو العنين من القامات برضه الموجوده في نفس المجال. طبعا طبعا. لو لقينا في اضافه جديده هيبقى ماشي، ما فيش اضافه يبقى موجود الدكتور محمود ابو العنين موجود معانا وهو اضافه برضه لاتحاد الكوره. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم.